هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، واللي منها طبعا وأهمها مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أو عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللي عقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان. أكد سيادة الرئيس خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة على الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان، باعتبارها طبعا الأكثر تأثرا بها والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت. أيضا وزير الداخلية اللواء محمود توفيق استقبل المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، ووزارة الداخلية نسقت مع دار الإفتاء لنشر كتاب الحج والعمرة لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أبرز الأحداث اللي حصلت امبارح كان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي اللي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وده بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة. وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أكد فيها على الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان، باعتبارها الأكثر تأثراً بها والأكثر حرصاً على إنهائها في أسرع وقت. امبارح استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك. وأكد اللواء محمود توفيق حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولي في ضوء التحديات اللي بتفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. امبارح أعلنت وزارة الداخلية إنها نسقت مع دار الإفتاء المصرية لنشر كتاب الحج والعمرة الصادر عن دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكتروني لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين. وبالنسبة لأخبار المحافظات، فمن أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت فيها أمس الانتهاء من إقامة 11 تجمع تموي في الحسنة ونخل في سيناء، وفي أسوان كمان تم توريد الأقماح المحلية بنسبة تخطت 118% من المستهدف. كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح أنه تم تنظيم اختبارات للمنقذين على شواطئ مدينة جمصة استعدادا لموسم الصيف في الدقهلية. أما في المنيا فتم تقديم الخدمات الطبية ل 6000 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صح. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في شمال سيناء تم الانتهاء من إنشاء 11 تجمع تنموي في مناطق الحسنة ونخل بتكلفة وصلت لمليار و595 مليون جنيه، ويتاح للمواطن استلام منزل وخمس أفدنة لكل منتفع. في أسوان أعلنت المحافظة عن تخطي نسبة المستهدف توريده من القمح ل 118.9% بواقع 157 ألف طن، منها 127 ألف طن تم توريدهم بصوامع وشون وبناكر المحافظة، وتوريد الباقي بصوامع وشون محافظات الأقصر وقنا وسوهاج. ده بالإضافة لتوريد جزء المراكز تجهيز التقاوي بالبحيرة والعاشر من رمضان وبني سويف. في المنوفية أصدرت المحافظة قرار بترقية 14791 معلم من أعضاء هيئة التعليم للوظيفة الأعلى، وده طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته. في دمياط انطلقت فعاليات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات خماسي كرة القدم تحت شعار ألف بنت ألف حلم. المشروع ده بيسهم في نشر كرة القدم النسائية من خلال برنامج تدريبي متكامل واكتشاف المواهب في كرة القدم بين أوساط الفتيات. في الشرقية أعلنت مديرية الزراعة أنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة بالقمح السنة دي واللي بتبلغ 380 ألف فدان، وتم توريد 350 ألف طن للصوامع والشون وإعداد 59 صومعة وشونة أسفلتية وتطهيرها وتبخيرها لاستقبال الأقماح من المزارعين. في بني سويف أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من تبطين 670.3 كيلو متر من الترع بتكلفة مليار و680 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.7% من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها. في المنيا أعلنت مديرية الصحة تقديم الخدمات الطبية ل 6581 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وده خلال شهر إبريل اللي فات.
في الدقهلية شهدت مدينة جمصة السياحية بدء اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة منقذ على شواطئ المدينة، وده ضمن استعدادات استقبال موسم الصيف. وتم تجهيز الشاطئ الممتد بطول 7 كيلومتر وزرع 84 برج إنقاذ بطول الشاطئ.